بشير كنت مش صعب تروح اليوم وبعد سيسي فموجيع شلون بالضبط؟ بون والله فما شوية قلق مك تعرف سيام واحد حسيت معناه بوجيعة في اللي شافوه في مسلاني عنده ذلك بيرس 3 أيام ولا 4 أيام تاع صفر برشا صفر برشا تعب بون الحمد لله يا ربي معناه في آخر لحظة معناه لعبت الحمد لله عاونت صحابي وأهم حاجة معناه اليوم ما خسرناش ماتشوات كيما هيك ما تربحش لازمك ما تخسرش النقطة بحساب عاونت صحابك قبل بونتو نول البارادة نتاعك قدام بن حمودة كان ينجم ماتش يمشي 2-0 قبل ما يوفى 1-1 والله الحمد لله واحد معناها يلزم يعاون صحابه باللي يقدر الحمد لله جتني فرصه هذيك فسخت بونتو باش ننجم معناها نرجع صحابي في اللعبه الحمد لله معناها صحابي رجال وديما هم رجال ورجعوا في اللعبه والحمد لله معناها كيف ما قلت لك نقطه خير من بلاش سينو بشير المخاطره نتاع رمضان حبيت تنتيسيبي حتى ما نفهم شويه لا لا مش نونتيسيبي اما هو كي شاط نشوف فيها فوق المير معناها بعد ليك عامل ديفياسيون ضربت في هشام بكار معناها تبدلت الجهه نتاعها وتحسها معناها زادت قوت كاهو الحمد لله الحمد لله الحمد لله بطبيعه طموحاتنا قاعده تكبر راك تشوف معناها عندنا رصيد بشري باهي برشا مش كان في تونس حتى في الافريق قاعدين عدوا في ماتشات باهيين وكيف ما قلت لك معناها واحد ياخذ الفرصه هذه بالخطوه بالخطوه وان شاء الله ربي معنا شاء بون واحد ما عليه كم يخدم على راحه صحيح ربي يعيننا كل واحد يلعب مع جمعيته نخدم على رواحنا واللي يكون حاضر واللي يستحق باش يلعب يلعب وكلنا رانا ندزوا في بعضنا وكلنا وخيان